صباح الخير نوريا. صباح الخير. صباح الخير الأربعة تاع العشية. صح النوم يا بابا. أي خف روحك مشي اجري المرشي أقذيلي. مولاي يحبني طيب له مش مشية. أسمي غادي نعلمك من دروك. المشماش مكاش دروك مشي وقتها. غير شوفي كاش ما تديري لا حاجة ولا أخرى. يا ولدي المشماشية مش معنيها فيها مشماش. يا حبي القضية اللي باش نقول لك عليها شدها في راسك وقضيها. صح. جيب لي لحم علوش. وجيب لي بصل. زيت. فارينة. لا الفارينة عندي. صح ردوها صح. فلفل أكحل وملح وباقي القضية عندي. صح. خف روحك قبل ما يجي الضيف. اي ضيفة وهذا مولاي كل ما يجيب لنا ضيف جديد راه باغي يرد لنا القصر دار الرحمة ولا كيفاه؟ ودي شو مدخلك القصر قصره يعمل فيه اللي يحب يعجبك شي برا خف روحك اقضي. صح راني غالي بصح نطلبك حاجة نورية الله يفتح عليك. انا راني مشتي شوية تاع غريبية باش ناكلها مع الشوربة. وعلى ييمي وعلى ييمي غريبة مع الشوربة مش اليوم. هاي برا خف روحك اقضي. اه مشي اليوم مولاي اللي يطلب عليها ديريها له وانا لا. بن عمي يقارن في روحه بمولاي ملا. مرحبا بكم في كوجينة عاشور كيما كل يوم موعدنا نفرح ياسر ياسر كي تستنوني خاصة اليوم الضيف متاعنا عسل نكتة عسل في القلب باش نطيب انا وياه المشمشية تنوريكم كيفاش الطيب ما تزابيوش. ياقوت خل بصل قص. نعمة عندكم قصر ما شاء الله. ايه مروان القروابي نوريا شنو حوايجك واش راكي لاباس عليك؟ صافا لاباس صحة. ايه توحشنيك توحشنيك ما شاء الله. عجبتك جبت معايا هادي شدي علاه تشقي في روحك؟ ماشي ليك المولاي. اي نقصد المولاي علاش تشقي في روحك؟ لا لا ماشي شقيت روحي تلاقيت انا مع النوري عند الباب هو قال لي بالك تدخل القصر وما ديش غريبيه المولاي لتماك شقيت روحي رحت شيت الغريبيه وجيت. وعديك بوه واش نوري الوحيد ياكل الغريبه في القصر ورا مشى يرقد. تسمع على حساب شوفها على بالي مالاش تسخايل انت. شعليك فيه انا نفرح بيك انا باش ندلك نوريه باش ندلك على الاخر. واش كاين غير الخير؟ باش نطيب لك مشمشية. مش ما واش؟ المشمشية. أوه. تعرفها؟ لا لا بصح باينة بلبلينة. اقعدوا معنا ما تزافيوش. بالهدي بالهدي. مشمشية واش بيه؟ هذه كانطالونية. مروان قرويبي مرة أخرى شرفتني نورتني. الله يسلمك. وأهلا وسهلا بيك. يطول عمرك نوريا وفريمون سا ما في بليزيغ باسكو يعني الديكور عجبني وأنت نحبك دوري جي نحبك أنا نحبك. حطينا نموت عليك. الله يسلمك يطول عمرك. أيا سيدي المقادير اللي باش نعملوا بهم المشمشية. يعني السؤال الأول اللي يطرح روحه بإلحاح حتى المشاهد يكون يطرحه. شفنا كلش غير المشمش ما شفناش. سامحيني المشمشية. وهكذا قلت لك مقبلة نقدروا نديروا الكنطاولوية نبداو فيها. المشمشية هذه بلاش مشمش. علاش؟ علاش؟ أنا وياك باش نعملوه المشمش. نمشمشوها. ماشي بروبليم. اللحم المفروم هذيك yes. باش نعملوه بوليت هكاك عابر وفي وسطهم الجبن. وي شكلهم كيما المشمش يا اخي اسمها مشمشيه يتسمى اللحم احي ديغيزي مشمش. ايوا متنكر. السلام عليكم اني معاك يا با بروبليم. ها كيفاش باش نبداو انا وياك؟ خل نحطوا الساعه اول حاجه هيك الزيت باش تعاوني. نعاونك بصح بالمناسبه حبيت نقول لك قدام كل الجزائر بلي ما نعرفش كاع نطيب لو بلا اللي نعرفه كاع في حياتي نعرف ندير البيض. هو هكا فنين ما تعرفش طيب. ما نكذبش تحبي نكذب نقول لك الاخر ما نعرفش. هات الزيت يا مروان هات الزيت اول حاجه. الزيت ولينا نموت عليه وانا وين نشوفه في كوزينه تاع دارنا نصوروا معاه. الزيت الزيت وي علاه تتصور معاه؟ لا باسكو الزيت ولا عزيز شويه الاونه الاخيره. باهي اسمعني الزيت والسمن. السمن وي باش نحطهم انا على النار يسخنوا ما شاء الله يا ربي. وانا واش نكون ديرتي كي تروحي باش نقول انت باش تغني؟ اه ماشي بروبليم روحي يعني هنا جات الشتاء وجاو الرياح الله يهديك. شطحي اللحم نتاعنا وي هذا باش نفوحوه باش نفوحوه عندي انا
حاجه سمحي لي برك واش حديري له باش نفوحوا. اها ما عجبتكش ريحته كيما راه ولا ما فهمتش فهمي هذه كيفاش تفوحه باش نحط له لفاح توابل توابل ايه احنا تلفت لي خلاص التوابل مفهومه باش نفوحوا شوف باش نفوحوا لهنا باش نحط اللحم المفروم خاطر احنا هذا من بعد باش نستعملوه وي هذا هو اللي حنديروا به لي بولات هذيك باش نعملوا به بديت ندخل فات بديت نتمشمش بديت اه اللحم باش نحطوا له طريف من البصل ان شاء الله طريف مش برشا هكذا وي شغل ورايح ماشي جابي ربي سمحي لي احنا بدنا نتسرك في رايح شغل متوم ميت ولا لا ليه 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 صباح المثوم مش مدخلوا في هذيا ما على باليش شوف لفاحات نتاعنا ما قلنا احنا قرفه وفلفل اكحل وملح باش نخلطهم انا الكل مع بعضهم خاطر باش ناخذ منهم شويه وباش نخلي شويه للحم المفروم ان شاء الله مروين تفضلي جديدك شو عندك؟ رمضان هذا على كل حال جديدي راهو يجوز على التلفاز الوطنيه الجزائريه يعني ايه شاركت في سلسله تاع جعفر قاسم صح وي وي تعرفيها حكيوا لي عليها اما وي كاينه وحده الامانه تشبه لك دونتي ليه ليه تشبه انا حسبت انت معلول ومن بعد كي شفت مليح يلعب بسلسله زيد عليها انا شويه ما شاء الله عليك ايه هي شويه نرفز قلت لك شاركت في سلسله تاع جعفر قاسم وهذاك واش درت هذا العام يعني كانوا عندي بعض العروض اللي عرضوهم عليا هذا العام كانوا بزاف لي بروجي خاطر هذا العام في روماركينا في يعني في لاتيري الجيريان كانوا بزاف المشاريع الحمد لله اخترت المشروع اللي يخدمه جعفر قاسم والحمد لله يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله هذا واش درت وكيفاش كان الجو في التصوير والله العظيم غير الجو كما يقولوا باللغه الفرنسيه مانيفيك تجوزنا قريب 4 شهور تاع التصوير خدمت مع طقم يعني مع ايكيب الجيريان جزائريه 100% وكاع بروفيسيونيل صح حتى احنا لازمنا نتفرجوا كيف الناس الكل ما انا في المعاشوريه ما عندناش ما شفنا شيء ما عندكمش هما لا تلفزيون لا والو واش كي حبات انت ونوري ثاني تاكل هذه معيشه لا لا الحمد لله والله الحمد لله صراحه هذا العام اللي خيرته هذا العام انا افتخر به اي بيه والله غنفتخر به اي بيه اكثر من المشمشيه تاعك هذه اللي هنايا امان تشوف المشمشيه باش تطلع بنينه شوف السمن والزيت راهو ذيب باش نحط شويه بصله وباش نخلط اللحم اللي فوحني باللفاح كما قلنا قرفه وفلفل اكحل وملح مرحبا وباش نكملوا التطيب نتاعنا تحبي نزيد نفوح اللحم ليه قلت بالك حبه ولا اذا كان تزيد اكثر يولي ما عادش يولي ما عادش يعني كاين مقادير اللي الواحد لازم يريسبكتيهم انا مش نتبع فيها بالعين انا الله يبارك انا اسمع ما نطيبش بحط 10 جرامات حط 50 جرام بالعين صعبه هذول تاع الجرام كاين يقول لك حط 5 كيلو غرامات وما الاخر يقول لك هذه اقتصاديه انا هذوك اللي نحبهم بزاف وفما زيد كاين اللي يقول لك حط لحم ما كانش كل قدير وقدره تحب دجاج حط دجاج تحب عرفت واش تحب اللي تحب اللي تحب فوالا اللي تحب الطنجره خليوها تغلي شويه باش نخلط من بعد الحمص ما تفكرني باش ما ننساش انا نفكرك اي انت تفكرني قداش شدوك شويه اخر اخزر لي اللحم حكيناه هذايا باش نكملوا لفاح اللي قاعد طريف في اللحم وباش نحطوا شويه بصل لهنا يعني حتى دوكا مازال كاع ما قلتيش كلمه المقادير هذه باسكو انا بالك ماشي مولف بزاف نروح للحصص تاع الطبخ كي راني هنا راني فرحان نوريا ما قلتلكش انا المقادير شنو انا ما سمعتهمش واقيله يا قلت هي لا غالب قلت لك نقول لك واش قلتي لي حاجه اللي قلتي لي نفكرك في الحمص هذا واش على بالي نقعد غير نفكر فيك في الحمص قلت لك اللحم مفروم بصل لا لا انا المقادير حبيت نقول لك يعني زعما 50 غرام من الحكار هذاك اسمه الحكار بالعين انا لا نتعلم بالعين يعني هذا هو اللي يقول لك عينك هي ميزانك صحيت تونو سي تا بالونس عينك ميزانك عينك ميزانك اللحم باش نخلطوا لفاح الكل فيه يس باش يبدا بالكدا ومن بعد نبدا في البولات انا وياك يعني باش تشوفي نورية الطياب فن خاطر كي تشوفي الطريقه كيفاش راكي اسمع الطياب فن فن والماكله فن بعد ما تطيب الحاجه وتاكل وتبدا هكا بنينه باينه نموت على الماكله البنينه نورية مش ماشية وقيله ما ما تمشمشيها كاع ما نكمل الماكله الا ما انا كليت باي صافي بليزير بعد نبعث لهم ربي يطول لك في عمرك ويزيد لك في صحتك ان شاء الله يا سيدي نعم قل لي
وي يا اخي انت لتوا ماكش باش تعرس يعني خيرتي رمضان باش تدخلي لي في 18 ايه مازال شويه الله ما زال مازال علاش مازال ايه مكتوب ربي يا نوريا وكنبدا نحكي لك نشكي لك انا دوك المشاهدين كاع يبداو يجبدوا المشاور ويبكوا معايا علي محرقوها هذه المشمشيه تولي المحروقيه لا 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 فرخ قلبك وحكي لي علاش لا مكتوب ربي ما كتبش ربي مازال اش مكتبش البنات المزيانين وبنات التصل الموجودين علاش ما تعرفش ان شاء الله يا ربي بالمناسبه وقيلا نبدا نحوس منها وخلاص لا لا نوريا ما كتبش المكتوب شوفي ماشي ما كتبش المكتوب كانت كاينه علاقه ومكتوب ربي ما كاتب اللي جاب ربي مرحبا بها ما تقوليش خطبت وبعد بطل اه لا لا اه ما خطبش تبطلت قبل ما تخطب لا لا مكتوب ربي اه نوريا باك باك بلي انا انسان سونسيبل بزاف وبدا قلبي يخبط بالزور علاش بطلت ما كتبش والله ما كتبش المكتوب على كل حال حنا نقولوا بلي هذا الشيء ما كاتب الله الواحد يرضى به حكم اللي جا من عند ربي وخلاص حبيتها انت حبيتها كي حبيتها عليه بطلت باسكو المكتوب ندار مع المكتوب لا لا المكتوب مكتوب كل شيء تحطوه في المكتوب ما يكتبنا كل شيء تعجني هكذا وتحكي على الحب حسبت لك تعجني في قلبي خفت تخرجني هي من الحمد واش راك تحضر مروان لا مكتوب ربي ابخي اللي جابها ربي مرحبا بها انا نقول بزاف في جبار ربي مرحبا بها نوري واش ما فكرتنيش في الحمص انت تاني جبتي لي البروبليم تاع قلبي لا غالب قلبك زيد نحكي لك عليها شويه ها خلاص بدي سؤال شحال الوزن نقول لك شحال الوزن كي حبيتها هكا كيفاش دللتها كيفاش عملت لها ها والله العظيم لا حبيتها صح نكذب زعما ما نكذبش حبيتها وبعد لا غالب ايه لا غالب صار شويه مشاكل كاين واحد المشاكل يكونوا صغار بعد مشكل قدام مشكل قدام مشكل قدام مشكل يولوا مشاكل بزاف من بعد ما تكره ويصراو مشاكل كبار وانت زاده ماكش ساهل باش واحد ينجم ها علاش ماشي ساهل واش تيني ندير قطع في حوايجي واقيلا لا نوسيس نورمال خلاص اخزر ليش باش نعمل انا هذه هي نروح نبداو نديروا هادو ما خاطش بديت ندخ مش باش نخليك انت اليوم تعمل لي بوليت معايا باش نقول بابا تبابي يقعدوا لا 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 قلت خلينا نفرح بيك الله يسلمك باش نحط الجبن باش نسكرها هذا شغل حاط رومبلاسي هذاك العظم اللي يجي في المشماش كاين جبن في الوسط عندي في الراس نورية شفت مشمش وحده تحب تمشمش اللي حبيت هاي يلا يا ما باش ما نبانش قاعد جيت ما درت والو جيت كي كعبه المشمش ولا ليه الساعه شوف يا باك لو كان شفتها في المارشي نقول لهم لك المشمش تاع الساعه عيطت يدك هاي الله يسلمك ولي اي نحكموا هكذا كما قلتي لي اي اعملها ديرها في هكذا في كف يدك بارك الله فيك مش حنا هي ما تعرفش يلا بعد نحكموا الجبن نحطوها في الوسط اي هذا هو المومون اللي ما تبعتش ايوا تبي نعاود نفكرك في الحميصه ليه هذاك هاو هاكا هاو الحمص نغلقها هكذا شوفي يلا وريني دقيقه صبحي شوفي ليك شوفي ليك حتى نكملها خاطش خرجت لي والله غير مش ماشية شوفي وبعد برافو عليك لا لا ها برافو عليك يضرة خم ديالك تقعد بحذية ثلاثة أيام نغرمك بالكوجينة الله يسلمك تولي طيب نزيد مشمش واحد اخرى مشمش يلا مشمش الله يسلمك ودوك وليت بلا رابيديتي شوفي وانت تمشمش غني لي اسمع في بالك نموت على بوك هنا الله يرحمه ويوسع عليه وبالمناسبه ايه؟ على بالك في هذيك السلسله تاع جعفر قاسم وسمني ايه وسمني الهاشمي ايه والله حلوه هذه ما سقسيتينيش عليها وكي تتزوج وتجيب ولد زين نسميها الهاشمي سمي الهاشمي مام طفلة نسميها الهاشمي حرام عليك الله يرحمه ويوسع عليه شوفي في السلسلة ديجا بالمناسبة ولا غير في السلسلة بالمناسبة وسمني الهاشمي وجعفر قاسم بالمناسبة سيتي بو سيرتو بو غوندغ اوماج يعني شغل هكذا بو فيغ بليزيغ ويعاود يحيي الاسم سماني الهاشمي وداني نغني من ذاك من ذاك ونغني يدي فنان يعني الصوت تاعي انا ماذا بيا الا دوكا تسعفيني تحبي نطيبوا المشمشية هذه ماذا بيا ما نغنيش لا غني ما نعرفش غني لي نوريا ما نعرفش تكسر كلش على بالي غني لي شوي شوي هيا غني لي دقيقة زيد مشمش وحدة ونغني واش نغني لك أغنية البوك الله يرحمه بابا الله يرحمه اي بصح الصوت اللي ما كاش تي شوفي كاين واحد الصوت على البوك نعطيك صغير مقطع صغير اي وحكمت ما عرفتش كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي السلام عليكم يا مشيت الدار اللي فيها خليلتي لا 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 ما تقصش لا لا نتغشش علاش كملها شنو قلت لي حكمت وعملت خلاص نعاودوها خلاص شوفي تبعي حكمت وما عرفتش كيفاش حكمت
مشيت ندور نزور الدار اللي فيها خليلتي، نتفكر الايام والصغر والايام الزينين والايام الزينين، وحكمت وما عرفتش كيفاش حكمت، مانيش حقودي هادي هي طبيعتي، مادام الكيا كواتني وانا قلبي حنين، مادام الكيا كواتني وانا قلبي حنين. دوك المشمشيه يا درا قلت لك ما تخلينيش نغني صافا مقطع. اي بصح بالمناسبه يعني انا الشيخ الله يرحمه هذه يعني نقول لك قدام المشاهدين ما كانش يخليني نغني الصوت تاعي، ما كي كنت نبكي كنت نبكي فو ماشي غير كي نغني بيناتنا عنده الحق بارك الله. هاي هاكي مش ماشية تاعك لا يجا مرمين يجا الكعبة الأخرى عندك صولا يطيخك مش ماشية اسمعي ديري أمور كش ميخسوا مش ماشية ولا هادي بور هادي الكعبة الكبيرة هادي دلعية كبيرة هادي جي فيها دو فروماج حط الجبن دو 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 زوج خليها خلاص أنا وليت نعرف كمالني زعما زعما كيما طاكوس دوبل اكس ال مش ماشي بصح هكذا ما تنغلقش ليه تتغلق او ممكن هيت هيت انت تعرفي ايه واش هيك هاي ليك اه هايك هاي ليك بصح تقعد تبان هذه تبان زعما قريب تزيد شفت خوخيه لا لا باهيه باهيه الله يسلمك هايك ظاهره هايك ظاهره ريتها هذيك مشمشه كبيره يا سيدي اش باش نقول لك نعم اليوم المشمشية باش تجيب بن على بن الله يسلمك شوفي كي نشوفك تهضري حبيت نقول لك حاجه بالمناسبه وهذه صح انا شخصيا حبيت نقولها لك ليك إيه؟ من بكري انا انسان معجب بك ونحب كي تكوني تهضري وريتني ما تحوسيش تفهمي كنت نتبعك انت ما تحبيش انت عايشه غير هنا كنت نتبعك وخلاص يسمعك النور الى ما انا عمري الى جالو الى جالو إيه؟ انا فنيا نحبك يعني فنيا هذا ما كان طبخيا ما نحبكش كاع شو نحط الثوب حطيته نعاود نفكرك في الحميصه الثوب وي هذه الدر شنو اسمها هذه؟ توم لا لا اللي باش نعمل المهرز الدرسه اه درسه وي 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 درسه هذه تعرف الدرسه هذه وي باهي ثوم وكمو وباش نعملوا الدرسه علاش؟ المرقه توا كي باش تطيب وي باش ساعه هذوما راهو باش نعمل لهم لي بولات هذوما المشمش نربوهم نزرعهم ندخلوهم وين عبالي الله ما قالوا لي قلت نعرف ندير غير البيضه كي تسخسي فيها شوف اش باش نعملوا لهم باش نلفوهم في الفرينه والعظم ونقليوه نديروهم في الفرينه والبيض ونقليوهم ونقليوهم فوالا اوكي الدرسه هاي حاضره الشابلور ما استحقين لهيش خاطر اللحم جا حكار جا ما شاء الله بعد ما نقليوه والمرقه نتاعنا تطيب اش نعملوا؟ نزيد المرقه انا ما على باليش اني نتبع فيك انا معاك بعد شويه نزين لك الطبق نتاعنا يسلمك وتشوف المشمشيه كيفاش الزين اللي فيها والريحه الفاوحه كيما كان واحد الكلمه نقولها بزاف انا اللي قلتها من قبيل ديك النعمه اي ربي يدوم علينا النعمه امين يا رب العالمين ما تزابيوش باش تشوفوا كيفاش نزينوا الطبق نتاعنا هذه المشمشية اللي طيبنيها انا وياك يا مروان اش قولك انا مانيش مامن بلي نطيب تعبسه كيما هذه ونقول لك حاجه دوكا من اول فوق في الدار رمضان يكملوه كاع مشمشية اما نوع مره مشمش بالحق مره مشمش باللحم انا نعيط لك انا احسن نعيط لك نوريه اه مروان راك هنا وما لا وراني راك هنا يا راني هنا قولي نوريه كل شيء واجد نقدر نوض مولاي دروك؟ اي قوم مولاي كل شيء حاضر ووصل مروان للديوان مرحبا به يا سيدي مرحبا شرفتني ونورتني ونفرح ياسر ياسر كي نشوفك نوريه حبيت نقول لك برك بلي عندك كوزينه ما شاء الله ويعطيك الصحه وشكرا وبقاي على خير شهيه طيبه تفضل الله يسلمك قول لي سي مروان يسقسيك الغربيه تاع مولاي واجده الغربيه تاع مولاي مروان انت وصل الغريبه لمولاي انت بيدك وانت شا دخلك ندير انا نوصل مولاي ماشي هو هادو ما نساوش بك هادي وشنو غريبيه هادي دحطت لك هنا إيه؟ انا ما نتسماش مروان والديوان ما عرف نروح وحدي قاو على خير بن عمي هذه حصتنا اليوم كوجينة عاشور هكا كل يوم موعدنا إن شاء الله باش نعطيكم ماكلة بنينة زيد معها ضيف يكون عسل شهية طيبة وصحة فطوركم
مش ماش شاشي، المقادير الصلصة البيضة، الحم علوش مقصوص الطروف، بصلة مقصوصة، ملح، فلفل أكحل وقرفة، زيت وسمن، مغرفة فارينة، حمص، مرقة الدجاج وما باش نمرقو بيه. نمشي مشيت نستحقو الحم مرحي، جبن، بصلة مقصوصة، مغرفة صغيرة سمن، ملح، فلفل أكحل، قرفة، أبيض عظمة، وعجينة المشماش نستحقو 5 كعبات عظم، ملح، فلفل أكحل، فارينة، وفي الأخر باش نعملو الدرسة فيها 3 صنينات ثوم مع مغرفة صغيرة كمون. وللي شاشي لك انا مادام هنا ناجيه مانيش عارف شو ولا ليه يا حبي اليوم ماكش باش تقضي كل شيء عندي برا ارقد صحيح يعطيك الصحه نوريا يا سكان المملكه بلا غام الغايب يعلم الحاضر ورانا عارفين باللي رقبتكم اللقيه وباغين تضحكوا وتتهاو بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش تيليشارجي جيزي اب واقضي على اللقية حصل على افلام موسيقى العاب ومحتويات حصرية مع جيزي